رجل مهم، واحد من اهم، مش بس اجمل، هو من اجمل بس من اهم الافلام اللي عملتها السينما المصريه في تاريخها. كنت مدرك ان انت يعني ان انت هتعمل فيلم مهم كده، بالرغم من انه مره تانية التيمه البسيطه. يعني برضو البذرة، ايه البذرة بتاعته؟ البذرة بتاعته كنت سايق العربية ومعايا ولادي صغيرين وعاوز احود يمين، ففي عربية كده فبدي له اشارة انه يعدي، فشتمني شتيمة قذرة بدون داعي يعني، فاتنرفزت جدا انا ورحت كاسر عليه. هو نزل من العربية، اول ما شفته بيقلع النضارة عرفت ان هو بوليس يعني، وجيت اداني بوكس في صدري، ضربك؟ خبطني بس في صدري، فده قدام الولاد يعني، ولاد صغيرين، فانا طبعا صرت يعني، فقلت له انا مش سايبك. قال لي يا سلام، تعال، كنت شارع السودان، قال لي روح اسم بولاد دكرور. دخل هناك هو الكارنيه بتاعه يعني، انا طلبت اشوف المأمور، قلت له انا انجليزي، العب بقى اللعبه بقى معاهم من الاخر يعني. قال لي بس دي مش تبعنا، دي تبع اسم اسم التاني في الشارع، ما لقوا في مشكله. في البحر الاعظم. فروحت هناك، طبعا كانت العمليه بقى يعني اوريدي محامي جه يعني اتطورت العمليه، وفي الاخر اعتذر وكتابه والى اخره يعني. فاتت دي قعدت معايا يعني، ان واحد ممكن يعمل فيك كده يعني، دي قعدت معايا يعني، فابتدت البذره هنا. ومرت الايام بعد ما اتعمل الفيلم، وكان في مهرجان في قاعه المؤتمرات، فمين ما كان ماسك الامن في قاعه المؤتمرات نفس الضابط، وانا داخل ياخدني بالاحضان وبتاع ده، فكان قاعدين الزملاء، قلت لهم هو سبب زوجة رجل مهم. ده هو الراجل المهم. ده هو شخصيا. ايه في ايه؟ بيقول يا فندم ان الصنف ده ممتاز خارج التسعيرة. مفيش حاجة اسمها خارج التسعيرة، تبقى حرامي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حضرت؟ تعرف انت بتكلم مين يا ولد؟ عارف بكلم مين؟ وكمان بترد عليا؟ قوم اقف انت بتكلمني. انت زودتها قوي. انا لازم اودي الاسم. اسم ايش؟ انا هوديك الاسم. انا عايز اروح الاسم. تعالى معايا. الراجل ده لازم يتحبس. صباح الخير يا باشا، انا العميد هشام ابو الوفا من المباحث سابقا. انا مش هقدر استنى، انا مستعجل. انده لي شويش عباس. فندم روح مع حضرته مكتب النبطشي. اتفضل معاه.